من اون لايف، اهلا ومرحبا بكم. اسعد الله اوقاتكم اينما كنتم. بدايه هذه الجوله مع الشان المحلي. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تدشين اول مرحله للانتاج المبكر لحقل ظهر للغاز الطبيعي في بورسعيد، حيث شهد الرئيس ازاحه الستار عن اللوحه التذكاريه إذانا ببدء مرحلة الإنتاج المبكر للحقل، كما استمع إلى شرح حول المشروع وما يتضمنه من منشآت. كما تفقد الرئيس المحطة الأرضية للحقل الذي يعد الأكبر في مصر، كما شهد الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة وحضره رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ورئيس شركة إني الإيطالية. نجاح جديد وصفحة جديدة من التاريخ يكتبها قطاع البترول المصري بعد بدء التشغيل التجريبي لأملاق غاز البحر المتوسط. حقل ظهر الذي يقع شمال الشواطئ المصري على المتوسط نجاح من شأنه أن تتحول معه خريطة سوق الغاز الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط، بما يحول مصر لواحد من كبار مصدري الغاز في المنطقة، وهو ما يدعم استقرار سياسي وأمني. أنا بس عايز كلنا وإحنا موجودين هنا وحتى اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي في مصر يبصوا على الخريطة دي كويس ويشوفوا الخط البنفسجي ده اللي هو فوق، اللي هو كل المناطق الاستكشاف المتحدده ما بتعدهاش. الخط ده هو خط ترسيم الحدود بيننا وبين قبرص. وعايز اقول لكل الناس انها تخلي بالها. انت ممكن تقعد في مكان وتقول ايه ما تعملش الموضوع دوت، ما تنفذوش، وتطلع تقول كلام انت في الاخر بتضر فيه بلدك. مشروع حقل ظهر العملاق ببورسعيد يعد أكبر كشف غاز تحقق في مصر ومنطقة البحر المتوسط، ويمثل إضافة قوية لدعم احتياطات وإنتاج مصر من الغاز الطبيعي، ما من شأنه الإسهام في تلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز، فضلا عن تشجيع كبرى الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة في قطاع البترول المصري بدعم كافة مؤسسات الدولة. طبعا كان في ضمانات سداد أيضا، وهو ده جزء مهم ساعدنا فيه كل من البنك المركزي ووزارة المالية، لأنه الدولة كلها بتقف كيد واحدة بالتزام تعاقدي مع الشريك الأجنبي. من أهمية هذا المشروع أنه على مدار كم سنة اللي فاتوا عند الإعلان عن هذا الكشف، لما اتقال أنه بهذا الحجم وفي نفس الوقت اتحطت الخطة وأعلنت وبدأ التنفيذ، أصبح فيه اهتمام كبير جدا من الشركات العالمية أنها تنضم لهذا النجاح. وبالتالي في خلال الفترة دي انضمت من حصة شركة إني كل من شركتي روز نفط الروسية وبي بي البريطانية، واشترت من حصة شركة إني بعض الحصص كما هو موضح، 30% لشركة روز نفط و10% لشركة بي بي، وده من حصة شركة إي إن آي. وجاء تكثيف قطاع البترول المصري لحجم تعاقدات الأنشطة البحث والاستكشاف ليثمر عن تحقيق عدة اكتشافات أهمها كشف ظهر، بما عجل أيضا من عملية تنمية حقول الغاز المكتشفة الجديدة مثل شمال الإسكندرية وأتول ونوراس، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وتحديث البنية الأساسية للقطاع ككل. وتتمكن مصر من النجاح في الانتهاء من المشروع في أسرع وقت، حيث يعد مشروع ظهر مشروع الأرقام القياسية، فاستغرق 28 شهرا منذ تحقيق الكشف وبدء باكورة الإنتاج، وهو ما يمثل إنجازا فريدا من نوعه مقارنة بالاكتشافات الممثلة على مستوى العالم، بالإضافة إلى ضخامة استثماراته والتي تبلغ 12 مليار دولار على مدار عمر المشروع. إنجاز جديد يعد تحولا جذريا في قطاع الطاقة المصرية، ويعيد تغيير المفاهيم في صناعة الغاز العالمية، ويؤكد قدرة مصر على تحقيق الإنجازات. وخلال الاحتفال الذي أقيم لتدشين الحقل، أكد رئيس السيسي أنه لن يسمح لأحد بالعبث بأمن واستقرار مصر، كما شدد على أنه إذا استمرت محاولات العبث بأمن البلاد سيطلب تفويضا جديدا من الشعب لاتخاذ إجراءات أخرى. لو الأمر استمر كده وحد فكر أنه يلعب في مصر وأمنها، هطلب منكم، أنا ما طلبتش عشان بس ما تتعذبوش، هطلب منكم تفويض تاني، لان هيبقى فيه اجراءات اخرى ضد اي حد يعتقد انه ممكن يعبث بامنها واحنا موجودين. انا ما بخافش غير من ربنا، ما بخافش غير من ربنا وعليها هي بس. كما اوضح الرئيس السيسي ان دورا كبيرا ملقى على عاتق الاعلام في التوصيف الدقيق والسليم للاحداث والمشروعات التي تتم في مصر. الاعلام يخلي باله يا جماعة، انتوا عشان تتكلموا عن دولة اوعوا تزعلوا من اللي هقوله، اوعوا حد يزعل من اللي هقوله، انتوا عايزين تقعدوا تتعلموا سنين طويلة قوي،
عشان في الاخر انت بتحول بتاخد فكرة الدولة بتعملها عايز تديها ببساطة للمواطن اللي بسيط اللي موجود في الشارع، وإلا هتديله حاجة غلط وتحبطه وتيأسه، لانك انت ما انتش بتوصف الموضوع على غير مش غير الحقيقة، انت على قد معرفتك. التحدي اللي موجود في بلادنا مش بلادنا مصر، في كل البلاد اللي كانت حصل فيها عدم رضا الناس هي ان الناس ما كانتش متوصف لها سبب تخلفها وضياعها، بيقولوا لهم حاجات مش الحقيقة كده، الحقيقة عايزة عمل وجهد وشقة وأسوأ. وفيما له صلة بالعلاقات المصرية الإيطالية، قال السيسي إن هناك من يحاول الإساءة لتلك العلاقة، مستدلا على ذلك بواقعة مقتل الباحث الإيطالي ريجيني. احنا كان علينا 6.3 مليار مع اللي كنا بندفعه، مع اللي كنا بندفعه الاحتياطي بتاع البنك المركزي للسيد المحافظ طارق عامر راح في شراء مشتقات بترولية خلال السنة ونص، للناس اللي هي عايزة تعرف الاحتياطي راح فين، عشان نجيب ب 1200 مليون دولار كل شهر مشتقات بترولية عشان نعوض التسبب في إيقاف العمل وتراجع الإنتاج، إذا كنت أنا بقول كلام دقيق، تراجع الإنتاج بتاع الحقول نتيجة توقف التطوير بتاعها نتيجة حالة الثورة اللي احنا فيها. عرفت ليه كانوا عايزين يسيئوا العلاقات بيننا وبين إيطاليا؟ عرفت ليه؟ عشان كده مش ناسي إيطاليا، كل وقفتها الكبيرة معانا رغم الواقع بتاع التروجيني أنا مش ناسيها يا كلاودي، وإحنا في مصر مش هننساها، والأسرة التروجيني اللي موجودة هناك إحنا بنعزيهم باسم مصر تاني، وبنقول لهم لا احنا مش هنسيب الموضوع دوت، مش هنسيبه لغايه لما نجيب الجناه اللي عملوا كده ونحاسبه. محطات عده اذا مر بها حقل ظهر منذ اكتشافه قبل سنوات وحتى بدء الانتاج الفعلي، والذي من المتوقع ان يصل في ذروه طاقته الى 2,700,000,000 قدم مكعب في عام 2019. حقائق كثيرة حول حقل غاز ظهر الذي تم اكتشافه مؤخرا، وتسارعت وتيرة العمل به حتى بدأ الإنتاج في أواخر العام الماضي. يقع حقل ظهر على بعد 190 كيلومترا شمالا من محافظة بورسعيد، وبلغ حجم احتياطيه من الغاز الطبيعي نحو 30 تريليون قدم مكعب، وذلك على عمق يصل إلى 4,100 متر، ليعد الكشف الأكبر والأول على الإطلاق في مياه البحر المتوسط. اتفاقية امتياز الحفر والتنقيب في حقل غاز ظهر تم توقيعها في 30 يناير عام 2014 بين الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي إيجاس وشركة إني الإيطالية، وحملت العديد من البنود، أهمها أن يكون الحد الأدنى للاستثمار 150 مليون دولار في السنوات الثلاث الأولى، وأيضا فترة الاستكشاف لا تتعدى عام ونيف. الاتفاقية تضمنت توقيتات محددة، منها منح شركة إني الإيطالية مهلة 6 أشهر من تحقيق الاكتشاف، وتوقيع أيضا أو إلى توقيع عقود التنمية، و28 شهرا من توقيع العقود إلى بدء الإنتاج. إلا أن وزارة البترول ومن خلفها القيادة السياسية نجحت في تسريع هذه العملية حتى بدأ الإنتاج في شهر ديسمبر الماضي بدلا من منتصف العام الجاري. ومع توالي الاكتشافات في امتياز حقل ظهر، ارتفعت قيمة الاستثمارات إلى 12 مليار دولار، ومن المتوقع تطور مراحل الإنتاج، هذا التطور من 350 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا مع نهاية عام 2017، وسيصل إلى 1,000,000,000 قدم مكعب في نهاية عام 2018، وصولا بعد ذلك إلى 2,700,000,000 قدم مكعب في نهاية عام 2019. أما عن المردود الاقتصادي لحقل ظهر، فقد ظهرت نتائجه مع بدء الإنتاج التجريبي، حيث وفر 60 مليون دولار
شهريا من فاتورة استيراد الغاز المسال، كما يتوقع أيضا ارتفاع هذا الرقم ليصل إلى 200 مليون دولار شهريا في منتصف العام الجاري، ليسهم في التوقف عن استيراد الغاز المسال وتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال أشهر قليلة. كانت هذه إطلالة سريعة حول حقل ظهر العملاق، شكرا لطيب المتابعة. تحسنت نظرة المؤسسات المالية للدولة المصرية بعد إعلان بدء إنتاج الغاز من حقل ظهر في زمن قياسي ووفقا للمعايير الدولية. كان لاستحواذ شركتي روس نفط الروسية وبي بي الإنجليزية على حصة من امتياز إني الإيطالية في حقل ظهر العملاق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط أثر كبير في التأكيد على أن مصر سوق جاذبة للاستثمارات الأجنبية. وحصلت روسنفت على نحو 30% من امتياز ظهر، بينما استحوذت بي بي على 10%، وتراجع نصيب شركة آني المشغل الرئيسي للمشروع ل 60%. وأعلنت روسنفت الروسية مؤخرا عن نية الشركة لزيادة حصتها بحقل ظهر بنحو 5% كنتيجة لثقة الشريك الأجنبي في الاستثمار المصري. ووصف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر سوبر لال بدأ إنتاج حقل ظهر للغاز بأنه تطور مهم، متوقعا أن تكون مصر أحد اللاعبين المهمين في أسواق الطاقة بصفة عامة والغاز بصفة خاصة في المستقبل القريب. وأرجعت تقارير اقتصادية صادرة من عدة جهات أبرزها البنك الدولي والمعهد الدولي للتمويل وبنوك الاستثمار العالمية عودة الاستثمارات لمصر لعدة أسباب، أهمها بدء إنتاج الغاز من حقل ظهر وحقول البحر المتوسط، ما يجعل مصر عنصرا فاعلا في سوق الغاز العالمي وتتحول من دولة مستوردة للغاز إلى دولة مصدرة للغاز خلال السنوات القليلة المقبلة. وتوقع الاستطلاع السنوي للمجموعة المالية هيرمس أن حقل ظهر للغاز الطبيعي سيكون العامل الأكبر في التأثير الإيجابي على الاقتصاد المصري خلال العام الجاري. ويترقب الاقتصاد المصري حدوث تطور ملموس في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الجاري كنتيجة لتحسن نظرة المؤسسات الدولية لمصر بعد نجاحها في العمل مع الشريك الأجنبي بحقل ظهر والتعجيل من ربطه على الإنتاج خلال 24 شهرا من تاريخ إعلان الكشف. الآن مشاهدينا فصل قصير، نعود من بعد هذا الفصل لاستكمال ما تبقى من فترة هذه النشرة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا. أهلا بحضراتكم. شارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الوزاري الاستثنائي بالعاصمة البلجيكية بروكسل للجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية، وأكد شكري موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وضرورة بذل كل الجهود من أجل الدفع بعملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. كما حث شكري المجتمع الدولي على التحرك من أجل إحياء عملية السلام وفقا لمقررات الشرعية الدولية وبما يضمن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن التوصل إلى حل عادل للقضية من شأنه أن يدعم الأمن والاستقرار وجهود مكافحة الإرهاب بالمنطقة. وعلى هامش أعمال المؤتمر التقى وزير الخارجية سامح شكري نظيرته النرويجية إينا ماري سورادي، وسرد شكري خلال اللقاء تقييم مصر للموقف الحالي والدور المنوط بالمجتمع الدولي للحفاظ على المرجعيات الخاصة بحل القضية الفلسطينية، مؤكدا أن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية يجب أن يظل المرجعية الثابتة لكافة الجهود الدولية. في العراق أطلقت القوات عملية واسعة في الصحراء الجنوبية لملاحقة الخلايا النائمة لتنظيم داعش الإرهابي، شملت محافظات النجف والمثنى وذي قار وصولا إلى البصرة، وذلك بإسناد من طيران الجيش والأجهزة الاستخباراتية، إذ من المقرر أن تستمر العملية لثلاثة أيام لمنع عناصر داعش الفارين من محافظة الأنبار من دخول الصحراء الجنوبية. كان طيران الجيش قد شن ضربات جوية على أهداف محددة بناء على معلومات استخباراتية دقيقة.
تتواصل بمنطقة عفرين السورية معارك عنيفة بين القوات التركية والفصائل الكردية في وقت تواصل فيه أنقرة الدفع بتعزيزات عسكرية جديدة لتثبيت نقاط سيطرتها ودعم قواتها في المنطقة. هذا وتسبب القصف التركي العشوائي على المنطقة في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين فضلا عن عمليات نزوح لمئات المواطنين بحسب مصادر محلية. من جانبها قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن مئات المدنيين قتلوا خلال عملية أنقرة في عفرين، وأعربت خلال مؤتمر صحفي عن قلق بلادها من العمليات التركية الجارية في المنطقة، داعية كل الأطراف إلى ضبط النفس والسعي لوحدة سوريا على حد تعبيرها. من جهته حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا من أن عملياتها ضد الأكراد في عفرين ينبغي ألا تصبح ذريعة لغزو سوريا. وقال ماكرون في تصريحات صحفية إنه إذا اتضح أن عمليات أنقرة ستأخذ منحنى آخر بخلاف التصدي لتهديد إرهابي محتمل لحدودها، وتبين أنها اجتياح لسوريا، ستكون لدى باريس مشكلة فعلية مع أنقرة بحسب تعبيره. كما دعا الرئيس الفرنسي في الوقت ذاته تركيا لتنسيق تحركاتها بشأن العملية مع حلفائها. هذا ويبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم جولة خارجية إلى تونس تستمر يومين. وقال بيان لقصر الإليزي إن الرئيس الفرنسي سيجري محادثات مع نظيره التونسي الباجي قايد السبسي تتطرق للعديد من الملفات وعلى رأسها الأمن في ليبيا. هذا ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفرنسي غدا كلمة أمام مجلس نواب الشعب التونسي، كما يلتقي عددا من مسؤولي المجتمع المدني. تمكن الجيش الليبي من تفكيك قنبلة زرعتها الجماعات الإرهابية بشارع المفاتيح وسط بنغازي، وعثرت عناصر الهندسة العسكرية بالقوات الخاصة على القنبلة التي تزن 30 كيلوغراما بمحيط الفندق البلدي وسط المدينة. يشار إلى أن بنغازي تشهد منذ تحريرها من الجماعات الإرهابية عمليات تفجير عن طريق السيارات المفخخة والعبوات الناسفة، وآخرها التفجير الإرهابي بحي السليماني الشرقي والذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى. في اليمن دخلت قوات النخبة الشبوانية المدعومة من التحالف العربي مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، وانتشرت في مداخلها لتأمينها مستحدثة نقاط تفتيش لوضع حد للانفلات الأمني، وذلك بعد هجوم تعرضت له نقطة تفتيش أسفر عن وقوع 14 قتيلا وعدد من الجرحى. كانت قوات النخبة قد تعرضت لهجوم انتحاري شرقي المدينة وسط تكهنات بأنه قد تم التخطيط للهجوم من داخل مدينة عتق. هزت انفجارات عنيفة العاصمة اليمنية صنعاء عقب استهداف طيران التحالف العربي لمخازن أسلحة سرية لميليشيات الحوثي، حيث شنت مقاتلات التحالف 5 غارات على مخازن أسلحة سرية للحوثيين في منطقة الجرافة شمال العاصمة، ما أسفر عن تدمير المخازن ووقوع عدد من القتلى والجرحى. ركز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه السنوي الأول حول حالة الاتحاد على عدة مواضيع تحتل أولوية كبرى في أجندته داخليا وخارجيا، وكان من بين القضايا التي طرحها ترامب بشأن الوضع الداخلي قضايا الصحة والبطالة والاقتصاد. أما في الشأن الخارجي فقد ركز الرئيس الأمريكي على قراره بشأن القدس الشريف ومحاربة داعش في العراق وسوريا. في وقت يشهد تراجع معدلات التأييد لأدائه في منصبه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، وخضوع حملة الانتخابية لتحقيقات بشأن اتصالها بروسيا أثناء الانتخابات الأمريكية، ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابه السنوي الأول أمام الكونغرس مدافعا عن سياساته ومشيرا إلى أهم الإنجازات التي حققها. ملفات وقضايا عدة داخلية وخارجية تناولها ترامب في خطاب حالة الاتحاد، حاول من خلالها شرح رؤية مستقبلية لهذه القضايا. ترامب بدأ خطابه بدعوة الجمهوريين والديمقراطيين إلى تنحية الخلافات جانبا. لبعضنا البعض خلال المآسي الليلة أدعو الجميع لوضع اختلافاتنا جانبا ونبحث عن أرض مشتركة ونحقق الوحدة التي ندين بها للشعب الأمريكي، هذا أساسي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقف كثيرا أمام الإنجازات التي استطاع تحقيقها، خاصة تلك التي كانت جزءا من وعوده الانتخابية.
واقتصاديا تفاخر بالنمو الاقتصادي الذي قال إنه سيحدث نتيجة للتخفيضات الضريبية التي مررها الجمهوريون في الكونغرس أواخر العام الماضي، كما شدد على ضرورة الوصول إلى نظام هجرة جيد لاختيار من وصفهم بالصالحين لدخول أمريكا بدلا من الثغرات التي يستغلها بعض الإرهابيين لدخول البلاد. خارجيا سعى ترامب إلى توضيح كيف يدير الحروب التي يشنها في العراق وسوريا وغيرها للقضاء على التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش. تعهدت أيضا بأننا سوف نعمل مع حلفائنا من أجل القضاء على داعش من على وجه الأرض. وبعد عام واحد أنا فخور بأن أعلن بأن التحالف لهزيمة داعش قد حرر نحو 100% من الأراضي التي كان يسيطر عليها هؤلاء القتلة في العراق وسوريا. وفي إصرار على موقفه من نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وهو ما واجه اعتراضا، أكد ترامب أنه قرار سيادي لواشنطن. خلال الشهر الماضي اتخذت إجراء أيضا أقره مجلس الشيوخ بالإجماع قبل بضعة أشهر، اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل. وفي مؤشر بسيط يمكن أن يعطي انطباعا أوليا عن الخطاب، تراجعت العملة الأمريكية الدولار مقابل سلة عملات كبرى. أقام رئيس الوزراء الصيني لي كاتشيونغ مراسم استقبال رسمية لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في بكين، وقالت ماي إن بريطانيا تسعى لاتفاق تجارة حرة مع الصين، مضيفة أنه يتعين على الفور فعل المزيد من أجل فتح السوق أمام الشركات البريطانية. كما أكدت ماي ومسؤولون صينيون التزامهم بعودة العلاقات بين بريطانيا والصين إلى عهدها الذهبي. وتعد زيارة ماي هي الأولى لها، حيث من المقرر أن تستغرق 3 أيام. هز زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر العاصمة الأفغانية كابول دون أي تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار أو خسائر. وقال مركز رصد الزلازل الأورو متوسطي إن الزلزال الذي شعر به أيضا سكان باكستان وقع على بعد 270 كيلومترا شمال شرقي العاصمة الأفغانية كابول في منطقة جبال هوندوكوش وعلى عمق 180 كيلومترا. فيما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال كان على بعد 66 كيلومترا جنوب شرقي مدينة فيض أباد. غرقت عبارة على متنها أكثر من 80 شخصا في المحيط الهادي حسب ما أكد مسؤولون، ويقوم فريق إنقاذ متعدد الجنسيات بدوريات في مساحات واسعة من المحيط بحثا عن ناجين، ولم يتم العثور إلا على 7 أشخاص على قيد الحياة حتى الآن مع تراجع الأمال بالعثور على آخرين. وانطلقت العبارة من جزيرة كيريباتي إلى عاصمتها باتيو، وكان من المفترض أن تستمر رحلتها 2 يوم. يشهد العالم بعد قليل خسوفا كليا للقمر يستمر لمدة 1:16:04، فيما صرح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية حاتم عودة أن هذا الخسوف لا يمكن رؤيته في مصر، حيث ستبدأ الظاهرة وتنتهي قبل غروب الشمس في مدينة القاهرة، وذلك عند تمام 5:31، في حين أن الدول التي سترصد الظاهرة هي دول شمال أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا الشمالية بشكل عام وآسيا وأستراليا. جدير بالذكر أن هذه الظاهرة تحدث عند وقوع الأرض بين الشمس والقمر، ما يجعل القمر يدخل في ظل الأرض ويبدو القمر مظلما. وهذه اللقطات التي نتابعها على الهواء مباشرة من بعض ملامح هذا الخسوف الكلي الذي تشهده عدة دول حول العالم. كما تحدث قبل قليل الدكتور حاتم عودة فإن مصر ودول شمال إفريقيا لن تشهد هذه الظاهرة. جولة الرابعة من أونلايف لا تزال مستمرة مع حضراتكم، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بحضراتكم من جديد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام.
أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم أن مكاتب التوفيق والشهر العقاري جاهزة لاستقبال المواطنين والوافدين لتسجيل طلباتهم بتعديل الموطن الانتخابي خلال الانتخابات الرئاسية، وذلك حتى يتسنى لهم الإدلاء بأصواتهم في المحافظات التي سيتواجدون بها أثناء الأيام المحددة للاقتراع، والذي تبدأ أولى أيامه داخل مصر في 26 من مارس المقبل ولمدة 3 أيام. وستعمل مكاتب التوثيق والشهر العقاري جنبا إلى جنب في تلقي وتسجيل طلبات الوافدين الموجودين بمقار المحاكم الابتدائية، وكذلك التي تقوم بتسجيل طلبات تعديل الموطن الانتخابي للمواطنين الوافدين. تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد عناصر من تشكيلات ووحدات للجيش الثاني الميداني المتمركزة بسيناء لمتابعة إجراءات تنفيذ الخطط والمهام الأمنية المكلفة بها. وقد أشاد رئيس الأركان بالاستعداد العالي والروح المعنوية المرتفعة للقوات المسلحة، حيث أكد أن القوات المسلحة ستظل دائما الدرع الواقية لمصر. نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا من الشائعات المنتشرة على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي. أشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد بقرار مصر تحرير سعر الصرف، لافتة إلى أنه ساهم في دعم الاقتصاد وزيادة احتياطي النقد الأجنبي. وقالت لاجارد في تصريحات صحفية إلى أن القرار يشكل إشارة واضحة للمستثمرين بأن مصر جادة بخصوص المستقبل، لافتة إلى أن القرار أسهم في تدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وذكرت المسؤولة الدولية أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى انخفاض معدل التضخم في مصر العام الجاري إلى نحو 12%. استكمالا لفعاليات حملة صوتك لمصر بكرة، والتي ينظمها المجلس القومي للمرأة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، نظم المجلس ندوة توعوية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك في إطار استعدادات المجلس القومي للمرأة للانتخابات المقررة في شهر مارس المقبل. ممكن تتوجهنا على استعداد للرد. في إطار حملة صوتك لمصر بكرة والتي أطلقها المجلس القومي للمرأة، نظم المجلس لقاء جماهيريا بهدف تشجيع المواطنين وحثهم على المشاركة الانتخابية. الفترة دي الدور المجلس القومي للمرأة دور توعوي، بينزل نوعي الناس وبنفهمهم الفترة اللي جاية دي فترة الانتخابات، فاحنا عايزين نقول ادي صوتك، تدي لمين، انت حرة، ولكن لازم تعرفي ان صوتك امانه ومصر محتاجه انك تنزلي وتدي صوتك. بنقول للمراه صوتك امانه، بنقول للراجل ايضا صوتك امانه، بينك وبين نفسك وبينك وبين ربنا، بس ده ان انت تنزل وتشارك وتاخد ابنائك معاك واولادك، تدي تنشئ تحب يعني تحس فيهم وتنشئ فيهم حب الوطن وحب البلد. حضر الندوة عدد كبير من المواطنين الذين أكدوا أهمية مثل هذه الندوات لزيادة وعيهم وتحفيزهم للمشاركة الانتخابية. أهم حاجة خرجت بيها من الندوة إن المرأة لازم يكون لها مشاركة سياسية، سواء في انتخابات الرئاسة أو انتخابات مجلس النواب أو المحليات أو أي انتخابات أو استحقاقات انتخابية، لأن المرأة تقدر إنها تصنع القرار. وأنا شفت تجربة ألمانيا فيها أنجيلا ميركل، السيدات هم اللي بيقدروا يحولوا مسار الانتخابات بشكل كامل، هم اللي بيحسموا الانتخابات لصالح أي مرشح عن التاني. والبلد دي أساسي إحنا متربينا فيها وربنا أولادنا فيها والخير فيها، ونقدر في اي وقت. واحنا طبعا استفدنا، واحنا نتمنى ان يبقى في ندوات كده وتوعيه للستات وتوعيه لكل الناس. توعيه المواطنين باهميه صوتهم الانتخابي تعتبر من اهم ما تقوم به منظمات المجتمع المدني في الفتره الحاليه لتحفيزهم نحو مزيد من المشاركه الفعاله في المجتمع. ميرنا عادل، اون لايف.
الإبداع لا حدود له، مقولة طبقتها خريجة كلية الفنون الجميلة غادة دويك بتحويل بعض الأدوات والمعدات القديمة كالمروحة والهواتف إلى وحدات إضاءة مميزة. التقرير التالي يسلط الضوء على هذا النوع من الإبداع. بأنامل فنية تبث خريجة كلية الفنون الجميلة غادة دويك الحياة مرة أخرى إلى الأنتيكات وتحولها إلى قطع إضاءة مميزة تتماشى مع العصر واستخداماتنا اليومية. الفكرة فكرة الريسايكلينج إن احنا نرجع نستعمل حاجات قديمة مش بنستعملها بطريقة جديدة، حبيت أستعمل الحاجات الفينتج والأنتيكس اللي أنا أصلا بحبها بطريقة جديدة إن أنا أحط فيها إضاءة، فتبقى وحدات إضاءة ممكن نستعملها في بيت، في ريستورنت، في مكتب، في أي مكان. استطاعت غادة تصميم أكثر من 20 وحدة إضاءة مختلفة. عملت لايتنج من تليفون، من كاميرا، من مكوى قديمة، من مروحة، من تايب رايتر، من شنطة كمانجا. يعني بحب أعمل حاجات مختلفة، ما بحبش أمشي على نفس الفكرة طول الوقت. بس من أكتر الحاجات اللي بحبها التلفزيون. ولتنفيذ فكرتها تعلمت مصممة الإضاءة كيفية تصميم وتنفيذ الدوائر الكهربائية. في الأول كنت بشتري بيسز، كنت بجرب أشوف هعمل فيهم إيه، بعد كده رحت ورشة لواحد صاحبي اتعلمت إزاي أوصل كهرباء كويس، وبعدين بقيت بتأكد قوي عشان إن مفيش سلك عريان أو كده عشان السيفتي، عشان أي حد بيستعمل البيس دي أو القطعة دي ما يبقاش قلقان. ممكن اليونت الواحدة تبقى بتاخد مني تقريبا من ساعة لساعتين، ممكن يومين حسب كل بيس بتبقى ليها ظروف مختلفة. وتحلم جامعة الأنتيكات بإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب كي يشاركوها شغفها في العمل وبتسويق منتجاتها في مختلف دول العالم. ببلان دلوقتي ان انا يبقى عندي الورشة بتاعتي، يبقى بستفيد اكتر ويبقى عندي مساحة اكبر ان انا استفيد من فكرة الريسايكلينج واجيب ناس اعلمهم ان احنا ممكن ازاي نستفيد بالفكرة دي، وكمان ان انا حاجتي ما تبقاش بس في مصر، وابتديت ان انا اعرض حاجتي برا زي البرتغال وعايزة اعرضها في دول اكتر كمان. دي نتائج هذه النشرة، ولم يتبقى سوى تذكرة بأهم العناوين. السيسي يشهد تدشين أول مرحلة للإنتاج المبكر لحقل ظهر الغاز الطبيعي في بورسعيد. وخلال الاحتفال الرئيس يؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص أتاحت عمليات البحث والاستكشاف والاستفادة من ثرواتنا. وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية ويحث المجتمع الدولي للتحرك لإحياء عملية السلام. بإمكانكم دوماً متابعة مزيد من الأخبار والتقارير أولاً بأول عبر حساباتنا الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء.